للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. أهلا بك سيد سلمان في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. حدثنا عن أهمية ما ورد في هذا التقرير الصحفي، تقرير صحيفة لوبوان الفرنسية، خصوصا فيما يتعلق بالمسألة المتعلقة بالتحايل القطري على محكمة العدل الدولية، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل مملكة البحرين لتأكيد حقوقها التاريخية السيادية في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك أخي الفاضل والسادة مشاهدين، وشكرا على الاستضافة، وشكرا لكم لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة. وقبل أن أجيب على سؤالك، دعني لو سمحت لي أن أشير إلى أن البحرين لم تتخلى يوما عن حقوقها التاريخية والبحرية، بل كانت ضمن المطالب الرئيسية أمام محكمة العدل الدولية. هذا من جانب. ومن جانب ثاني، قبل العودة لسؤالك، خلني أشير إلى أن عندما شرعت الدول في المجال البحري في القرن العشرين، تغيرت العلاقات بين الدول بالمجال البحري منذ مطلع طبعا الألفية. زادت بعض الاتجاهات العالمية من الاهتمام بدور الحدود البحرية في الشؤون الدولية، وقد أدى ذلك إلى تجديد التركيز على الفضاء البحري وكذلك حقوق ومسؤوليات الدول في هذا المجال، والذي تم تحديدها من خلال مفهوم الحدود في البحر، ويرجع ذلك لأهميتها طبعا الاستراتيجية أو الاقتصادية أو البيئية. وعليه فإن من حق مملكة البحرين الحفاظ على حدودها البحرية والمطالبة بها، لأنها حق أصيل حسب المواثيق والقوانين الدولية. وعودة لسؤالك أخي الفاضل، ما يتعلق عن التقرير الفرنسي، لقد أشار التقرير الفرنسي الأخير إلى أكثر من 80 وثيقة مزورة قدمتها قطر، وهذا ما أشار له الفيلم الوثائقي أو التقرير الوثائقي اللي عرضتموه الحين، حيث يعد ذلك انتهاك صارخ في تاريخ محكمة العدل الدولية، يترتب عليه عواقب وخيمة على قطر، مما يستوجب على المحكمة طبعا إثبات نية وسلوك الدولة التي قامت بالتزوير، وافتراض النية التي تندرج تحت الحكم القانوني ذو الصلة. إذن احنا واحنا نتكلم عن تزوير الوثائق في اللي قامت بها دولة قطر، من المؤسف احنا ما نتكلم عن وثائق تم تزويرها في قضية اعتيادية، ولكن جرأة هذا الدولة انه قدمت هذه الوثائق المزورة لأكثر من 80 وثيقة إلى محكمة العدل الدولية، وتم طبعا اكتشافها في محكمة العدل الدولية. أما ما يتعلق طبعا هذا من جانب، تكلمنا احنا وأشرت حق أهمية كذلك اتخاذ الإجراءات البحرين لتأكيد حقوقها التاريخية والسيادية طبعا جراء هذه الوثائق المزورة اللي قدمتها قطر. وللأسف الشديد كنا نتمنى من محكمة العدل الدولية أنه تأخذ في عين الاعتبار النية اللي قامت بها. طبعا أننا على ثقة بالخطوات التي ستتخذها من قبل التي ستتخذ من قبل حكومة البحرين تجاه هذه القضية، ولكن دعني هنا أشير أخي الفاضل إلى القانون الدولي. بموجب الاختصاص القانوني للتزوير والاحتيال، يجب إعادة طرح قضية البحرين على المحكمة وربط التزوير القطري الثابت لديهم بالعمل الاحتيالي. لذلك احنا نقول فان تزوير الوثائق هي اليات ارتكاب الاحتيال، ويمكن من المعروف يمكن تعريف الاحتيال على انه الانشطه مثل السرقه والفساد والتآمر والاختلاس وغسل الاموال والرشوه والابتزاز، وكل ذلك ينطبق على قطر بعد تقديمها للوثائق المزوره للاسف الشديد. ودعني هنا اشير اخي الفاضل
بعد كذلك لما أشار له التقرير، لقد جاء بالتقرير ما إذا كانت قطر قد سلبت البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وحرمان البحرين وفق قرار محكمة العدل الدولية الوصول إلى واحد من أكبر حقول الغاز في العالم، ما هو إلا تأكيد على حق البحرين في المطالبة بحقوقها الجغرافية والتاريخية التي سلبت منها، التي تؤكدها طبعا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المادة الثامنة المياه الداخلية الفقرة الأولى التي نصت باستثناء ما هو منصوص عليه في الجزء الرابع تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبحر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزء من المياه الداخلية للدولة. هذا من جانب حقوق الشعب البحريني وحقوق مملكة البحرين بما يتعلق بالحدود البحرية. ناهيك عن حقوق الشعب البحريني ومملكة البحرين كذلك الاقتصادية، وهذا كذلك ورد في اتفاقية البحار لدى الأمم المتحدة. لقد تم حرمان البحرين من منطقة اقتصادية خالصة بما يسمح لها بممارسة حق الاستغلال في الصيد والبحث العلمي وحفظ الموارد الحية. وهذا طبعا يرجع إلى النزاعات التي افتعلتها قطر منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث قد حرمت البحرين من استغلال موارد طبيعية ليس بمنطقة فشت الديب الفحص بل كذلك جزر حوار، حيث استفزازات قطر البحرية المتكررة حالت دون ذلك. اليوم احنا كمجتمع مدني ننظر إلى هذه القضية ونقف مع حكومتنا الرشيدة وكذلك كممثلين لجزء من المجتمع البحريني والشعب البحريني، كذلك نصر ونطالب حكومة البحرين الموقرة بأنه تواصل في مطالبتها باسترداد حقوق البحرين التاريخية وكذلك مواردها الاقتصادية، حيث الوقت الحالي الآن اللي احنا نشوفه ومع ذلك يعني من المعروف أن لا تزال نزاعات الدوحة البحرية يمكن أن تؤدي إلى إعاقة الاستغلال الاقتصادي للموارد البحرية مثل النفط والغاز وتعقيد عمل البحارة بالحدود البحرية. لا شك سيد سلمان، كما ذكرت يعني هذا التقرير الصحفي استند إلى جملة من الحجج والأسانيد القانونية، منها قانون البحار، منها أيضا قانون رقم 8 لعام 1993 لمملكة البحرين للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وغيرها أيضا من الحجج والأسانيد القانونية. السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقي ونا مستقلون، شكرا جزيلا لك.